لاستكمال بناء صرح هذا البلد الآمن والحفاظ على أمنه واستقراره، معبرين عن امتناننا للرعاية المولوية الدائمة التي ما فتئتم تولونها لرعاياكم الأوفياء. هند حنين رئيسة قسم عمل اجتماعي بعملة مقاطعة عين الشق. اليوم عملة مقاطعة عين الشق تحتفل بالذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الورش الملكي الكبير اللي عطى سيدنا الله ينصرو انطلاقة ديالو نهار 18 ماي 2005. بالنسبة للإنجازات ديال المرحلة الثالثة، كيف كيعرف الجميع أنها كتروم واحد ثلاثة البرامج اللي هو دعم ومواكبه الاشخاص في وضعيه هشاشه، اللي اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه في هذه العمله سهرت على انجاز واحد 72 مشروع، استفاد منها زيد من 7600 شخص بواحد الغلاف مالي كيفوق واحد 13 مليون درهم مبلغ اجمالي. بالنسبه للبرنامج الرابع اللي هو برنامج الدفع بالاجيال الصاعده، هذا البرنامج اللي عرف إنجاز واحد 15 مشروع استفد منه أكثر من 66 ألف مستفيد، منهم تلاميذ في إطار الدعم التربوي والتفتح التربوي، عملية مليون محفظة، ونساء حوامل ونساء في سن الإنجاب كذلك والرضع. بالنسبة للبرنامج الثالث اللي هو أهم برنامج وعرف واحد الاهتمام كبير للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، هو إدماج الشباب في سوق الشغل وخلق مشاريع مدرة للدخل في إطار ريادة الأعمال. العملة ديال مقاطعة عين الشق واللجنة الإقليمية التابعة لها برئاسة السيد العمل اشتغلت في إطار واحد المنظومة مندمجة اقتصادية اللي ضمت 4 المنصات الشباب اللي تقريب الخدمة ديال المنصات للشباب، لأن شوية عملت مقاطعة عين الشق كتعرف واحد توسع عمراني كبير، ومراكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فهاد البرنامج تم تمويل 120 مشروع في إطار ريادة الأعمال، فيها مقاولين ذاتيين ولا مقاولات جد صغيرة، 15 مشروع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استفدوا منه بطريقة غير مباشرة أكثر من 200 شاب وشابة. كان عندنا الدعم، عندنا الإدماج في سوق الشغل، هنا كانوا عندنا 5 المشاريع اللي ربطت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مع بعض الخبراء مكاتب الدراسات وكذلك الجمعيات اللي كتشتغل في هذا الإطار مع شبكة الجمعيات، واستفدوا منه 495 شاب وشابة في إطار التكوين، ولحد الآن نجحنا في إدماج واحد 300 شاب وشابة في سوق الشغل.